لداء الى قاعدة تسجيل الجامعة. عمونا انا التنين بدي اهجم على الاركب بالركس. انا راح اركب بالركس. تطلع كب كب واحد كب واحد كب واحد كب واحد طلي وانطرت كب ايه بطيرك. كب تريد تريكس تريكس او الشارع. بدي اركب شي شارع ما عم بقى ارتفاقت فيه ارتفاقت بعرفه بتلاقيني بس معنا وواحد مجموعة متخينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن ارك سيرفايفر. مثل ما شفتوا امبارح ما كان في فيديو بسبب انه كنا بتعمل بث مباشر على الفيسبوك، والبث اللي كان هو عبارة عن من الساعة 6 المساء استمر للساعة 1 تقريبا 7 ساعات، وكنت خلال البث عم نحاول نهزم أول بوس في ارك سيرفايفر اللي هو في جزيرة كريستال. اول بوس تعذبنا فيه كتير، مو البوس مواجهته اكثر شيء تعذبنا في جمع اشياء، ولانه كتير كتير صعب جدا 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 جدا. المهم انا في نهاية الفيديو او في نهاية مواجهتي مع البوس او بنهاية البث صار معنا مشكلة ما بنعرف ايش الحل، راح اقول لكم اياها ان انتم تشوفوها وتقيموا ليها وتجاوبوني ليش هيك صار معنا. شوفوا الفيديو للنهاية حتى تعرفوا ايش اللي صار معنا كاملة، وطبعا هذا الملخص عن اللي صار بالبث. تحب تروح تشوف البث، رابط الفيديو البث كامل موجود تحت بصندوق الوصف، تنقر عليه بالفيسبوك تتفرج عليه كاملة، واتشرف انك تتابعني على الفيسبوك لان دايما راح نعمل بثوث ونعمل شغلات كتير عن ارك سيرفايفر لان اللعبة جدا ممتعة على ما كنت متوقع على هذا الاشي. ولكن انا ما عم بدي ادخل سيرفرات لانه انا ما عندي ستيم وفي اندعيت لكذا سيرفر وما قدرت ادخل عليهم بسبب انه ما عندي مودات، فلذلك راح تشوفوني اكثر شيء العب بالسنجل بلاير او مود مشترك انا وشريكي او صديقي حسين، دايما نكون مع بعض هو ذا هو ساعدني في هزيمة البوس. وفي شغلات كمان احنا عملناها اذا بدكم انتم اشرح لكم عليها وبحكي لكم عليها راح تشوفوها انه انا عندي الاستاكات كتير عددها، يعني يعني انا عم بستخدم اللعبة من ايبك جيمز، وايبك جيمز ما في مودات، قدرت اعمل مثل انه اعمل مود بس ولكن انا لعبت ملفات اللعبه شوي. هذا الاشي ساعدني انه اخلي كل شغلات كل الاشياء بتكون بستاك واحد، وبنفس الوقت الاستاك الواحد بيكون بيصل على 20,000 قطعه عكس ما كان عليه سابقا. المهم واهم شيء ما تنسانا من اللايك والاشتراك لان هذا الشيء جدا جدا مهم بالنسبه لي وبالنسبه للقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مشاهده ممتعه لنهايه الفيديو. وين راح الفخ انت؟ مات 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 افتح افتح لا تاكله صح البطاري تبعه هذا فيه إيه؟ شوف هذا ما فيه هذا عادي بلي متاع لا 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 هاي هاي ولقيته لقيته لقيته انا رديها لقيته لقيته تمام هو معي هو معك ولا كذا معي كم واحدة اعطاك اعطاني واحدة بس خلينا اوكي واحدة بتكفي ما هي بتكفي تكفي هو بس بده واحدة لاني لا خلينا نعطيه اللحم تمام هذا بس خلينا التنين التاني روضته ولا لا هذاك لا تركته والله وصل ليفل ماكس هاي الارن يا الله جاني واحد متخلف وين وين مش التخلف اللي عندك يلا واحد اثنين ثلاثة الان انتقالي لقاعدة الديجيتال وين التنين تبعي خليني اركب عليه ها والله كان نقدر نجيب معنا كمان اربعة خمسة ايه بس معنا تنين يا رب انتقلنا بورد. الى القاعدة الثانية لداء الى قاعدة الديجيتال عملهم 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 عشان يهجموا حسين الله يرضى بيسا اه عزتي بزاي عملهم عملهم اجريفست شلون عملهم اجريفست عملهم كلهم اجريفست شلون عمونا انا التنين اقتلوهم اقتلوهم يا ورعين انت انت وينك؟ لا تموت طار الطير مني ما بعرف وين راحت بدي اهجم على الاركب بالركس انا راح اركب بالركس تطلع كب كب واحد كب واحد كب واحد بضحك طلي وانطرت كب ايه بطيرك كب كب تريكس تريكس او الشارع بدي اركب شي شارع ما عم بقدر عم بيموتوا منهم بالالفات
بموت من المعفات. مات أري قاتل في سبيل الله استشهد. عبيره بالبنزينة. هذا مات منه؟ كابتن كابتن يلحقني هو اسمه. وينه؟ عاش الثاني هذا قدامه. قول له بيت هذا مش بيت هذا. ايوه وين البوس؟ صديقي وين البوس؟ والله ما بعرف وين البوس؟ ايه مستحيل بس كان دمه نص وين ثلاث ارباع. ليش هذا وقف؟ اه طلع بيجي صغار عم بضربوه البيضات عم تفقص. والله صارت تفقص البيض على حظنا. انا بطلع فوق استكشاف اشوف وين البيض. شو هذا سوي جريفز؟ طولك اللي قلت ولا اشوف خليني اسوي. اه لك طعمتي خليني نسوي هذا بالسيف. هاي اعملوا اجريس. طيب هجوم على اي واحد تشوفه انت وانت نفس الاشي. وينو؟ تك وين اسمه؟ ما نام 50 ثانية ايش هاد؟ لا هو قتلناه. والله شكلنا قتلناه يا معلم. لا خلاص شوف عندك بالانفنتوري تبع الحيوان. ايه اجا شو؟ او بروح فتح شي تك. فتح شي تك. وين هذا ال وين 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 التالت؟ وين التنين التالت تبعنا؟ ماتوا اثنين اعتقد من حوالاتنا بس مدري مين مات. ما مات حدا هذول نفسهم. جبنا التنينين هذول. تعال نزيل ولا نزيل بس هيك. هذا هو الفايت تبعنا. خايف يا حسين ندخل فيه حبيبي. وين راح؟ كان دمه ثلاث ارباع. وين مين قتل؟ شلون قتل؟ شلون مات؟ ديه تعال يعني اكون مات بالصغار. طوبك راح اتاكد انا من هذول اللي عنا كلياتهم. كنت قتلت هيك بالغلط رميت راسي بالغلط مات. خسرنا؟ بس ما خسرنا. ما خسرنا. شو عندك بالانفنتوري؟ كنت معطيك شيء؟ انا ما اعطيني ما معطيني شيء. حبيبي والله ما معي انا شيء. انا متاكد ما معي شيء ابدا. مين هذا؟ اجا منين هذا الاحمر؟ قلنا هذا؟ نزلوا ليش هيك عم بيحسوا؟ عمين هجموا؟ ما بعرف تعملوا اجريسيف ما هيك ولا؟ ايه عملوا اجريسيف. نزلنا لنا شي من التك. ما فتح شي عندي. بس فيك تفتحه. مو انت الاونر؟ عم بكبس عليه ما فتح لي شي. لما تكبس اكزيت حلو. تطلع من اللعبة في عندك او انت لاغية. ايش هي؟ انيبل كرييتيف مود. ايه لاغية. اوكي. لك ليكون بقلب الجهاز ظلوا. شوف قلب الجهاز اسمعها طبعاً. وين راحوا لكان؟ معقول ما خسرنا؟ مستحيل خسرنا حتما. خسرنا كل شيء. ما وفرنا شيء ابدا. ما في شيء.